أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الداعي إلى دار السلام محمد وعلى آله سبل السلام. الفئة الثالثة أو المحور الرابع في سورة البقرة هم الذين في قلوبهم مرض. إلا بدايتها من الآية الثامنة في سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، إلى آيات عديدة، ربما إلى الآية 20 في أوصاف هؤلاء، سنأتي إلى ذكر أوصافهم. ومر بنا أن الإسلام أو الإيمان في مقابل الكفر، ثم في مقابل فئة الذين في قلوبهم مرض، ثم في مقابل فئة المنافقين، ثم في مقابل فئة بعد خامسة وسادسة وسابعة ستتعرض إليهم سورة البقرة. سورة البقرة تتعرض لفئات عديدة من الناس في الطبيعة البشرية. هذه الفئات ليست منحصرة كما مر في الدرجة الأولى من الإسلام، بل تعم الدرجة الثانية من الإسلام وهي الإيمان، والدرجة الثالثة والرابعة إلى العاشرة، يمكن هذا التقسيم. وإن كان طبعا هذا التقسيم عندما يتصاعد ما يمكن أن نسمي الصالحين منافقين، لا، أو في قلوبهم مرض، يسمون بتسميات أخرى. وإلا نفس الحالة موجودة، لكن ليس نفس الحالة بنفس السلبية. مثلا أهل التقوى، قد بعض أهل التقوى يصفون اليقين بلسانهم ولكن في قلوبهم لا. مر بنا، هي درجة من درجات الإسلام، في قلوبهم لا. أو بعض أهل التقوى على مستوى اللسان يجحدون درجة اليقين، وهذا موجود. أو بعض أهل التقوى قد يكون لهم رين أو ريب قلبي على أهل اليقين، يمكن. ولو مجرى أهل اليقين كذلك بالنسبة إلى أهل الصدق، أهل الصدق بالنسبة لأهل الصلاح، أهل الصلاح بالنسبة لأهل الإحسان، هي 10 درجات، محسنين وصديقين وطبقات مخلصين وصالحين إلى أن مخلصين ومخلصين وهلم جروا. فكل طبقة بلحاظ الطبقة اللي فوقها، إما كمال الطبقة الفوقانية عند الطبقة التحتانية باللسان فقط يقر بها أو يجحدها باللسان، وهذا بعد أفضع، أو يقرها باللسان ولا يتحقق بها، يتحقق بها في الجنان، أو يري على مجرى. إذن أنواع، وإن كان بلحاظ الدرجات العليا لا تسمى في بيان الوحي نفاق،
ولا تسمى مرض، لكن قد تسمى جحود، قد تسمى كفر، تسمى سبحان الله كفر خفي أو شرك خفي. خفي قد تسمى، نعم في بيانات القرآن، كفر خفي أو شرك خفي، ولكن لا تسمى نفاق. وقد تسمى يعني بعض الدرجات في بعض البيانات. هذا شبيه عالم العدالة. العدالة، عدالة العادل، عدالة العادل أنه المفروض يعني دون العصمة، المفروض يعني هكا ليس، لكن بالدقة العادل بقول مطلق فقط المعصوم. لذلك في بيان الإمام الصادق عليه السلام في الروايات الواردة في باب الشهادات، يقول له الإمام لو أردت كذا 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 بالدقة، هذا فقط الأنبياء والأوصياء. لماذا؟ لأن عموم أهل الصلاح والتقوى يرتطم ويرتكب المحرمات أو يترك الواجبات جهلا، إما عنده جهل بالموضوع أو جهل ماذا؟ بالحكم. لكن جهله بالموضوع وجهله بالحكم يغير الواقع عما هو عليه. عذر منة من الله، لكن ليس يغير الواقع عما هو عليه. فكيف نقول أنه عادل؟ لأن هو دائما الخطيئة والخطأ جور وليس عادل. فعدل بقول مطلق فقط المعصوم. هذا بالنسبة للحرام والحلال، عادل بقول مطلق فقط المعصوم. إذن من يقال عنهم عدول، يبين المصادر يعني السلوك الظاهري المعلوم مستوي سوي. ويقول الإمام عليه السلام وليس عليك ما وراء ذلك. المهم الآن في الفرق بين العدل والعصمة، ذاك بعضهم يقول هذا عادل جدا، عادل عنده عصمة عملية، أصلا محال عادل بالمعنى الاعتيادي عنده عصمة عملية. كيف يصير عنده عصمة عملية؟ عصمة عملية ولو كان زاهد قدوس سبوح ما يصير معصوم عصمة عملية. لماذا؟ لأن جهل الموضوع عنده وجهل الحكم عنده، هو ما عنده علم لدني. إذا لم يكن عنده علم لدني كيف يصير عنده عصمة عملية؟ هذا خيال. وفعلا أنت لما تلاحظ حياة تراجم كبار من أهل التقوى والعلم وكذا وجهابذة، لكن من جهة الجهل يقع في زلات وأخطاء في الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية في الجانب الفردي أو غير الفردي، شيء طبيعي لأن العلم اللدني ذاك خاص بالمعصوم. عصمة عملية جدا عبارة فيها تسامح وفيها غفلة كبيرة، عصمة عملية ما يمكن فرض العادل أبدا. المقصود شوفوا لاحظوا الآن، إذن استقامة درجات. الآن بالنسبة للعادل لما أفرض يخبر خطأ، هو كذب خبري، ولكن لا تقول كذب فاعلي، ما تقول كاذب، ما يصير تقول كاذب، ما يقال كاذب ولا يقال فاسق، مع أنه درجات. فهي درجات على كل، نفس هذا التصوير يمكن تصويره
هذه الفئات والتقسيم التي تفرضها سورة البقرة يمكن تصويرها في درجات الإسلام: الإيمان، التقوى، أهل اليقين، أهل الصلاح، أهل الأبرار، الصديقين، أهل الصدق، أهل الإحسان، أهل الكرامة، الإخلاص، المخلصين والمجرم، يمكن تصويرها من دون ذكر تلك الأسماء. لتقريب هذا بعد شكل أكثر أذكر هذا المثال ثم نخوض في دي الفئة الثالثة التي يتعرض لها القرآن الكريم. الآن لاحظوا حتى العصمة فيها درجات، مع أن العصمة الحد الفاصل الدقيق بين العصمة وغير العصمة ما هو؟ أن في العصمة لا يفرض فيها ارتكاب للحرام ولا ترك للواجب ولو عن جهل. هذا الحد الفاصل الدقيق لأي شيء للعصمة. لكن هذه العصمة التي هي هذه الحد الفاصل فيها هي درجات. كيف درجات؟ يعني تارة هذا الشخص معصوم، عندنا في الروايات ها، معصوم في بعد الفردي، في الروايات هكذا ورد أن بعض الأنبياء نبي لنفسه فقط، نبي من الأنبياء الله ولكن نبي لنفسه. نبي لنفسه يعني شنو؟ في واحد لا من الأنبياء كما في الروايات نبي لأسرته، في نبي لأهل محلته أو حيه، في هناك نبي إلى مدينته فبعثناه إلى 100,000 أو ها يزيدون. هاي النبي هي النبوة دوائر. أي النبوة دوائر، العصمة دوائر. أي العصمة دوائر. شلون يعني؟ يعني هذا الرادار العصمة يشتغل عنده ويتجنب الحرام والحلال في حدود بعد الفردي، أما في حدود أسرته لا مقدر يتدخل، لا يستطيع أن يستعصم ويعصم نفسه. أو في حدود أسرته عندها الصلاحيات الإمكانيات هذه القدرة، أما خارج أسرته ليس عند قدرة العصمة شغالة، ذاك هو ما يتخطى ما يخوض عصمته بهالحدود. العلم المزود به الرادار الإلهي بمقدار أسرته، الزايد ما عنده، أو بمقدار أهل مدينته، أو بمقدار. فالعصمة وهي عدم الوقوع في الحرام أو الحلال، الحرام الفردي، الحرام الأسري، الحرام المجتمع الصغير في المدينة في القرية. شوف لذلك سيد الأنبياء بعث لجميع المخلوقات مو جميع البشر والإنس والجن فقط، بعث لجميع المخلوقات. بعث لجميع المخلوقات يعني عند عصمة بقدر كل المخلوقات، أي من عظمة سيد الأنبياء. بعض الأنبياء قد يبعث لكل البشر بس أو للجن بس ما يبعث لكل المخلوقات، أما سيد الأنبياء لا، بعث لجميع المخلوقات، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا عصمة المعصومين على درجات، في حين هي عصمة لكن على درجات، قدراتهم درجات. وتلك الرسل فضلنا
بعضهم على بعض. الاشتداد في الكمال قابل للتصوير. أصدق الصادقين من هو؟ الله عز وجل جل اسمه. يعني شنو؟ أن الله أصدق من سيد الأنبياء. هل هذا يعني أعوذ بالله أن سيد الأنبياء عنده مقدار عدم صدق؟ لا، أعوذ بالله، بل لكن دائرة الصدق في الله أوسع عن دائرة الصدق في سيد الأنبياء. سيد الأنبياء دائرة الصدق فيه أوسع من سيد الأوصياء ومن سيدة النساء، وهل هم جرى سيد الأوصياء دائرة الصدق فيك في زيارة أمير المؤمنين؟ لذلك نقرأ السلام عليك يا عميد الصديقين، ها؟ أمراء الصديقين. بعد الصديقين في أمراء، إيه بلي بناك شنو هو درجات. وفوق كل ذي صدق صديق. بعد لذلك وصف أمير المؤمنين الصديق الأكبر، أو تعبير أوفى الأوفياء. الوفاء في درجات، في أوفى الأوفياء، أوفى الأمناء. هم هذا عجيب. فإذا الكمالات درجات، كما هو الحال هكذا نلحظ في إذن دي الفئات الأربع قابلة للتصويت، أو الخمس أو الست أو السبع التي ستستعرضها لنا سورة البقرة، يمكن تصويرها في كل طبقة قابلة للتصوير، بس بشكل ظريف خفي، بشكل ظريف خفي، ظريف وخفي. نعم. الآن دعونا نخوض في هذه الفئة، الفئة الثالثة الذين في قلوبهم مرض. نعم، الفئة المحور الرابع، بس هي الفئة الثالثة من جهة المحور، لأن في محور ليس فئة وهو منهج المعرفة مربنا. بل حتى إذا ندقق الآن المحور الخامس، إحنا مو المحور الرابع. أول محور الحروف المقطعة، هذا محور تتذكره في سورة البقرة. سورة البقرة فيها حروف مقطعة، ألف لام ميم، هذا بحث الحروف المقطعة محور ما خضنا فيه، لكن عنوناه فهرسيا. الحروف المقطعة غالبها أسماء مقامات غيبية لسيد الأنبياء، أسماء مقامات غيبية لسيد الأنبياء، ومر بنا الضابطة فيها. هذا المحور. المحور الثاني منهج المعرفة، المنطق الذي يذكره القرآن الكريم في العلوم وفي كل شيء. المحور الثالث، نعم، الذين كفروا. المحور الرابع، نعم، الآن اللي هو الذين في قلوبهم مرض. جيد. الآن كفهرست فئة الذين في قلوبهم مرض، فئة الذين في قلوبهم مرض، أولا يجب أن نستعرض الصور التي تتعرض لشرح هذه الفئة الذين في قلوبهم مرض. مثلا سورة بالمعجم المفهرس تستطيعون تستخرجون ربما 9 سور أو 11 سورة في القرآن أو أكثر تتعرض لفئة الذين في قلوبهم مرض. سورة الأحزاب منها تتعرض لملف من ملفات فئة الذين في قلوبهم مرض.
وفئة وسورة محمد صلى الله عليه وآله أيضا تتعرض لفئة الذين في قلوبهم مرض. سورة التوبة أيضا تتعرض لفئة الذين في قلوبهم مرض. بحسب بيانات أهل البيت والتي جمعها أحد تلاميذ العلامة الطباطبائي، أقدم من أقدم تلاميذ العلامة الطباطبائي، أحد المشايخ كان جار لنا قديم، وانتفعنا على كل بصحبة وجيرته وحي يرزق، جمع في كتاب بيانات أهل البيت التي ترسم خريطة وملفات فئة الذين في قلوبهم مرض. وإن شاء الله هذا الكتاب هو كتبه باللغة الفارسية، الآن ترجم وعن قريب إذا الله سهل يطبع، ربما يصير جزئين ضخمين أو ثلاث أجزاء أو أربعة. بس أنا طالعته تقريبا جلة، 80% أو 90% من الكتاب طالعته، إنصافا كتاب حافل جدا، كتاب جدا حافل، يبين لك كيف أن القرآن الكريم يبين عدسة دقيقة مثل عدسة مراقبة لفئة الذين في قلوبهم مرض. وحسب بيانات أهل البيت ربما أخطر الفئات على الإسلام ومصير الإسلام الفئات التي يتابعها القرآن الكريم فئة الذين في قلوبهم مرض. ويبين في سورة المدثر طبعا أيضا في تعرض للذين في قلوبهم مرض، أول سورة تتعرض في القرآن لفئة الذين في قلوبهم مرض هي أي سورة؟ سورة المدثر. تعلمون أن سورة المدثر أول من أوائل السور المكية، مو فقط سور مكية، من أوائل السور المكية التي تتعرض إلى حال من أسلم من ثل قليلة. نعم، ربما رابع سورة نزلت، يا أيها المدثر قم فأنذر، خلافا لما يقوله المذاهب الإسلامية الأخرى في مدرسة أهل البيت بهذه الأسرار التي عند أهل البيت عن القرآن، يكشف أهل البيت في روايات عديدة ملف الذين في قلوبهم مرض في القرآن. وواقعا عندما يقال أن الإمام صاحب العصر والزمان عندما يظهر من ظاهر القرآن هذا الموجود بين أيدينا، يظهر ملفات خفية كثيرة، واقع الإنسان إذا يشاهد هذا الملف الذين في قلوبهم يعني يستسيغ ويقتنع ويقوى على فهم أن كيف من ظاهر القرآن يمكن فتح ملفات خفية كثيرة. والأعجب هذا أن كل ملفات ما جرى من أحداث طمسها حكومات الجور في أوائل عهد الإسلام كلها موجودة في السطح الظاهر من القرآن لكنها خفية علينا. هذا غدا إن شاء الله نخوض فيه أكثر. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.